نيجي للبطاطا الحلوه بقى اللي انا بحبها، نقدر ناكلها مشويه، ناكلها مسلوقه. فتعالوا النهارده نعملها مع جوز الهند. كلنا عارفين جوز الهند المبشور قيمته الغذائيه عاليه جدا بالزيوت اللي موجوده فيه. تعالوا نعمل البطاطا الحلوه النهارده بجوز الهند. هنعملها بقى مقليه، هنعملها مشويه، هنعملها سوتيه. التفاصيل جوه الحلقه بتاعتنا. نشوف بقى بعض مقادير البطاطا الحلوه بجوز الهند. الشيف المغازي هيعملها ازاي. معانا بطاطا حلوه، معانا جوز الهند، سكر، فانيليا. تاني، بطاطا حلوه اتسلقت مسبقا بالقشره، والبطاطا هنا قبل السلق معانا زي الفل اهيت من خير ارضنا. بطاطا يعني كربوهيدرات، يعني نشويات، يعني سكريات. بيقولوا لي دي تتعمل هيلث، طبعا البطاطا مفيش مشكله منها خالص، بالعكس البطاطا كلها معادن، كلها كالسيوم، كلها حديد، قيمه غذائيه عاليه جدا، كربوهيدرات للرياضيين بالذات قيمتها الغذائيه. والبطاطا الحلوه الحمراء بتاعتنا بالذات بتاعت خير ارضنا لطيفه وزي الفل. بتغسليها كويس وبعدين تسلقيها بالقشره بتاعتها وتسيبيها لما تبرد وبعدين تقشريها. دي طريقه. الطريقه الثانيه تشويها، بعد ما تشويها بالقشره كالعاده في الفرن بتشيل القشره وتسيبيها لما تبرد، تهرسيها تبقى معانا بالشكل ده كده. معانا جوز الهند، ومعانا سكر وفانيليا وحليب مخلوط بالنشا. حلو الكلام؟ اه. شوفوا هنعملها مع بعض ازاي. هنعملها كور كده تبقى لطيفه وجميله، هتعجبك قوي على فكره. طاسه على النار شديده الحراره. طاسه على النار شديده الحراره. لو انا مش هعملها هيلسي للامانه يعني، هتاخد كريمه لباني وتاخد زبده. يعني لو انا بعملها عادي خالص كده من غير ما يكون الاكل صح عندي، انا هضيف لها كريمه لباني وزبده. انا مش هحط لها لا كريمه لباني ولا زبده النهارده، هعتمد على شويه الحليب من اي سوبر ماركت فيهم نسبه الدسامه قليله، ومعانا جوز الهند والسكر بتاعنا. ممكن نحط سكر فواكه او سكر بني او نحط عسل حسب الرغبه، وعشان خاطر حضراتكم مش هحط سكر خالص. حلو الكلام؟ هنعمل ايه يا عم الشيف؟ هننزل بالحليب مع النشا كده. هيديني قوام لطيف وجميل. ركز عشان الموضوع هنا فيه خبره طهويه شويه، هتعجبك قوي على فكره. الحليب هيغلي مع النشا. بحط عليه للامانه شويه فانيليا. الله، ريحه الفانيليا وهي نازله بتقول انا رز بلبن. حلو الكلام؟ اه. هيدي اديني قوام. انزل بشويه جوز الهند الناعمه عندي. تدوب مع الحليب. تدوب. حلو، ونقلب. اه. بدا القوام يشد معايا ازاي؟ اه. بصوا عليه كده. اه اه اه. خلاص المضرب هنا ملوش عوزه. تتدخل الايه؟ الاسباتيولا بتاعتي. اه. حلو؟ ركزي معايا عشان وتسيب ده كده. بص القوام ده كده، بص بص على الحلاوه. فرسان التلفزيون المصري لاساتذه المصورين حبايب. جوز الهند هنا دابت مع المهلبيه اللي هي حليب ونشا وفانيليا. عايزه تحط عسل حطي، عايزه تحط سكر حطي، بس انا بعملها هيلسي مش هحط سكر انا. اه اه. واخدها اخليها على جنب. حلو الكلام؟ حلو الكلام. ونجيب كسرلة لطيفة وجميلة كده، عشان عايزين نعمل الحلو ده للسادة المشاهدين كده بتكنيك عالي من الخبرة. اللهم صل على النبي. وناخد الكسرلة دي كده نحطها، ناخد الجمال والحلاوة دي كده هنا. الله، هو ده هو ده الحلو ده. اعمليه لأولادك، للرياضيين. خلي بالك وما تسيبهاش تغلي على النار كتير عشان ما تشيطش منك. شايفها ريحه الفانيليا؟ شامين معايا الاساتذه المصورين حبايبي ريحه طعم الفانيليا طالعه حكايه. خلي بالك. اه. هنعمل ايه يا عم الشيف؟ هننزل بالبطاطا الحلوه. البطاطا البطاطا يا عيني على البطاطا. مين بيغنيها دي يا فاروق؟ مين غناها تاني ولا اقول لك؟ انا قلت غير البطاطا. حبيبي يا فاروق. طبعا كل السادة المشاهدين دلوقتي بيقولوا ايه الحلاوة دي يا عمش؟ ايه الجمال ده؟ اخدها زي ما هي كده، اكورها وادحرجها في جوز الهند. الفنانة القديرة رحمة الله عليها صباح. طبعا البساطة ولا البطاطا؟ انت ما تورطنيش بقى الله يرضى عليك.
هتخش على السوشيال ميديا شيف المغازي غلط في حق البطاطا، واحنا اهلنا البطاطا وجبنا البطاطا، خلي بالك احنا مش فاضيين غير للبطاطا. هناخد مع بعض كده ايه، تعالوا مع بعض جوز الهند. زي الفل. نجيب طبق التقديم. الله عليك، طبق لطيف كده وزي الفل. بسم الله الرحمن الرحيم. هنعمل ايه؟ عندنا شويه قرفه ناعمين، وعندنا شويه سكر بودر ناعمين، بنحطهم هنا كده. انا عايزك تبدعي باقل تكلفه، مش عايز انا ضد ان الايه. بص بقى يا حبيبي، هعمل لك النهارده عزومه جامده جدا. بص يا حبيبي، خليك تنسى اكل امك واكل حماتك واكل دنيتك كلها، وانا بس يا حبيبي والدنيا. وتيجي الست نازله على اي سوبر ماركت، فاتوره مش 3-4000 جنيه في الاخر، هتلاقي فخده ديك رومي مثلا يعني كبيره، او شويه مفتيك والسفره بتاعتي. طب ده ينفع؟ بالعكس، انا عايزك قرفه، جوز الهند، سكر. والله العظيم هنعمل سفره النهارده، تبقى الحاجة في التلاجة ورايحين جايبين حاجات. بزعل أنا. الله، خد حركة هنا كده وحطها هنا كده. دي طبعا سخنة شوية، لما تبرد بقى تاكل صوابع كرة. تاني. وغيرنا شكل البطاطا اللي احنا متعودين عليه من ايد امهاتنا، طبعا ربنا يديهم الصحة ويبارك لنا فيهم ويبارك لنا فيهم واللي توفاهم الله، ربنا يرحمهم. البطاطا المشوية اللي بتطلع من الفرن. حاجة جديدة. ويا سلام لو عندك ايس كريم فانيليا وتطلعيه من الثلاجه، بوله ايس كريم مع بوله بطاطا، دي هتدعي لي طول ما انت بتاكلي فيها. حاجه جديده. وحقوق الطبع لدينا وبس على شاشه القناه الاولى. حلو، بس كده ما بقتش رجيم يا استاذه رحاب. بقول ممكن نضيف سوداني كده هنا بقى. في اكله مشهوره اسمها ايه؟ حاجه كده بيسموها اللي هي معاها مكسرات كتيرة دي، سد الحنك بيسموها. تخش معاها مكسرات، بس دي مش تبقى لطيفة يعني. بس احنا ممكن للأمانة يعني اللي حابب المكسرات يحط عليها شوية فستق حلبي أو كاجو. واضح إنك واخدة بتاع دي مكافأة. كاجو، جوز الهند، عين جمل، زي ما أنتوا عايزين يعني. بس هو أفضل حاجة البطاطا الحلوة يتحط معاها فستق حلبي. حلو، زي الفل. ما تنفعش جوز الهند الخشنه. دايما فاروق يجيب لي التايهه، بيقول لي في جوز الهند في السوبر ماركت خشنه، ينفع ندحرجها في الخشنه؟ لا، لازم تكون ناعمه، عشان الخشنه ممكن تعور سناننا. نعمل صف تاني بس واخلص، عشان عندي سلطه لازم اعملها. خلي بالكم. يعني أنا لو قاعد كده الصبح فطرت 2-3 من دولت مع كوباية قهوة وكوباية شاي، فطرنا زي الفل. كربوهيدرات كلنا، نشويات كلنا، بروتين كلنا. هتقولي البروتين فين هنا بقى؟ الفزلكة هنا بقى، ونقول بقى الفلسفة. البروتين موجود في الحليب قليل الدسام. ما نفحص الأكلة كده ونخش جواها وجوه الماتيريال بتاعها. دايما بتعملي أي أكلة كأنك بتكتبي موضوع تعبير زي زمان كده، تشرحيه كويس مع نفسك. الأكلة دي مكوناتها إيه؟ حليب، يبقى فيه بروتين، بروتين حيواني. الأكلة دي فيها بيض، يبقى فيها بروتين حيواني. الأكلة دي فيها مشروم، يبقى بروتين نباتي. الأكلة دي فيها حمص الشام، يبقى بروتين نباتي. الأكلة دي فيها بطاطا وبطاطس، يبقى كربوهيدرات ونشويات. الأكلة دي فيها بسلة، يبقى بوتاسيوم ومعادن. الغلة دي، الأكلة دي فيها سبارخ، يبقى حديد، وهكذا. آخر واحدة معلش، يلا زي بعض. تمام، ألف أنا وشيفة للي ياكل. طبعا الكمية دي هنكملها مع بعض عشان نعزم عليها إيه؟ حبايبنا وقرايبنا.